بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله طاجن التورلي او طاجن الخضار المشكل في الفرن. عندنا طاسه على نار عاليه فيها معلقه كبيره زيت وهنسيبها لحد ما تسخن جدا. وعندنا نص كيلو لحمه كندوز متقطعه مكعبات متوسطه، ويفضل ان تكون نسبه الدهن فيها عاليه شويه. وبعد ما الطاسه تسخن معانا كويس هنحط اللحمه وهنحمرها كويس من كل الجهات. وبعد ما اللحمه تاخد لون معانا هنهدي النار شويه بحيث تبقى متوسطه الهاديه علشان الدهون اللي في اللحمه تسيح، وهنقلبها من وقت للتاني. وخلاص كده اللحمة اتحمرت كويس ونزلت معظم دهونها. بعد كده هنشيل اللحمة من الطاسة وهنسيب كل الدهون اللي نزلت منها. بعد كده عندنا كيلو خضار مشكل متقطع كله مقاس واحد. عندنا حوالي 200 جرام كوسة و200 جرام جزر وبتنجانة رومي متوسطة، هنرش عليها رشة ملح صغيرة وهنسيبها حوالي 10 دقايق. وبطاطساية متوسطة هنقطعها وهنحطها في مية علشان ما تسودش معانا، وطماطميتين كبار، وبصلة كبيرة متقطعة شرايح، وثلاث فصوص توم كبار متقطعين شرايح. بعد كده هنسخن الطاسة على نار عالية. بعد كده هنحط في الطاسة كل الخضار اللي عندنا ما عدا الطماطم والثوم، وهنحمره كويس. وخلاص كده قلبنا الخضار حوالي 10 دقايق لحد ما ابتدى يدبل معانا. بعد كده هنضيف الثوم وهنقلب لحد ما الريحة بتاعته تظهر. بعد كده هنضيف الطماطم وهنحط عليها معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة وفلفل اسود وزعتر ناشف، وهنقلب كويس. وهنضيف اللحمة ونقلب. بعد كده هنضيف كوباية مية، وأول ما المية تغلي معانا هنطفي النار. وهنحط الخضار في طاجن دهنينه كويس بالزيت. بعد كده هنغطي الطاجن كويس بورقة زبدة. بعد كده هنغطي الطاجن بالفويل ونتأكد إن احنا غطيناه كويس جدا عشان ما يسربش أي بخار. وهنسخن الفرن على درجة حرارة 190 وهندخل الطاجن على الرف الأوسط. وبعد حوالي ساعة وربع هنطلع الطاجن من الفرن وهنشيل من عليه الفويل وهنرجع الفرن تاني عشان ياخد وش. وخلاص كده طلعنا الطاجن من الفرن بعد حوالي ربع ساعة. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.